بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم راديو تلفزيون الامارات العربيه المتحده من عجمان، يسعدني ان التقي بكم لليوم الثلاثاء العاشر من ربيع الاول لعام 1434 هجريه، 22 من يناير لعام 2013 والربيع والناس، ومن الان وحتى الساعه 1 بعد الظهر ان شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج و 600551610. هذا هو رقم الهاتف، ومن خلال رسائل نصية القصيرة على 7009 لشبكتين اتصالات ودو 0674643333 هذا للفاكس، ونرحب بكل مشاركاتكم. يا أهلا وسهلا فيكم، غادة من قسم الأخبار، وأيضا هاجر عبد الرحمن من التلفزيون، علي عبد العزيز مخرج ومنفذ هذا البرنامج. يصبحون عليكم بالخير، أتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة وممتعة إن شاء الله من خلال ما يقدم من شبكة راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ومن خلال ما يقدم من هذا البرنامج. يا هلا وسهلا فيكم، ونتواصل إن شاء الله دائما على الخير وعلى المحبة، ونتواصل مع أخبارنا المحلية، حيث وصلت مؤسسة خليفة بن زايد الأهل الأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين في أحياء منطقة الروضة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الأهل رئيس الدولة باعتماد 500 مليون درهم لشراء مواد غذائية من الأسواق المحلية في اليمن وتوزيعها على المحتاجين من أبناء الشعب اليمني تخفيفا من معاناتهم. وأيضا وزعت فرق المؤسسة 100 سلة غذائية على حوالي 3500 شخص من المحتاجين في حي الدفاع بمنطقة الروضة التابعة لمديرية بني الحارث من صنعاء، وتحتوي كل سلة على المواد الغذائية الرئيسية. ووجه نجيب العذري مدير مديرية بني الحارث شكره وتقديره نيابة عن سكان المديرية لصاحب السمو رئيس الدولة ومؤسسة خليفة بن زايد الأعمال الإنسانية على هذه اللفتة الكريمة. وفي أبو ظبي بحث الدكتور سعيد بن محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية والفريق الأممي العامل في مجال الشؤون الإنسانية أمس إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي خلال شهر يناير الجاري، وسبل لتعزيز التعاون بين الجانبين بجانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. أيضا ترأس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه وفد دولة الإمارات إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية الثالثة التي بدأت أمس في العاصمة السعودية الرياض. ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطائر وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزير الدولة، ومعالي محمد بن خير الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. ايضا هنا سيدي صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس اعلى الاتحاد حاكم امارة الشارقة حفظ الله ورعاه اخاه صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه، واخاه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه، واخاه واخواني عفوا اصحاب السمو حكام الامارات بمناسبة طبعا فوز منتخب دولة الامارات العربية المتحدة بخليجي 21، وهنا أيضا استقبل الفريق وهنأهم وتجاذب معهم أطراف الحديث ودمعا سمعا من الكلام الطيب اللي دائما نسمع من سوه كأب في نصيحة لأبنائه الله يجزي خير. وأيضا مكرمة من سموه هي 10,000 درهم توزع على المنتخب جزاه الله خير، وهذا ما تعهدنا يعني من سيدي صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي سيدي صاحب سمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وسيدي صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأخوان أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارة عجمان جزاه الله خير. أيضا اليوم في تمام بعد نص ساعة تقريبا من الآن إن شاء الله سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان يستقبل طبعا إن شاء الله فريق منتخب الإمارات أبطال 21 إن شاء الله. أيضا نتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين، ونتواصل والمزيد من الأخبار. وبدأت الهيئة لتحدي الكهرباء والمهن بإجراء المقابلات من أجل شغل 2000 وظيفة خلال السنوات الخمسة المقبلة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه بتوفير الحياة الكريمة والفرص الوظيفية للمواطنين عبر إطلاق مبادرة أبشر لتعزيز الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتسعى مبادرة أبشر إلى رفع معدل الكوادر الوطنية في سوق العمل وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. أيضا أطلقت شركة التطور والاستثمار السياحي أمس مشروعا لتطوير وجهة تسوق راقية في قلب منطقة السعديات الثقافية بالقرب من المتاحف العالمية التي يجري تطويرها في الجزيرة على أن تضم أكثر من 550 وحدة تجارية للأزياء والمطاعم والمرافق الترفيهية، وستقوم بالتطوير السياحي بحسب ما أوضحت في بيان صحفي ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع عام 2014.
عشرة ملايين درهم، معلش غلط طبعا، عشرة ملايين درهم. علي يقول لي ما بعشرة آلاف، عشرة ملايين درهم. أنا قلت عشرة آلاف ما أدري، المهم عشرة ملايين درهم. أيضا يقول أكد نيكولاس كارتر مدير عام مكتب تنظيم الرقابة الجهة المشرفة على قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي في أبوظبي عدم وجود أي نقاش في الوقت الراهن حول تغيير التعرفة الخاصة بالكهرباء والمياه في الإمارة، وقال أن المكتب يجري حاليا مسحا شاملا للاستهلاك وسلوك المستهلكين للطاقة ومن المنتظر الاتهام منه في هذا العام ليتم على ضوء تحديد المؤشرات الرئيسية أو الرئيسة للاستهلاك في الإمارة. أيضا برنامج خاص في أبو ظبي لإحلال البقالات الجديدة. والله ما احترامي يعني تهنا ما بعرفين الحين بشو صح وشو أو منو اللي صح ومنو اللي غلط، ما ندري. جهاز الرقابة قال منعنا أساس قبل وعاطين موعد وخلاص وبندوا، يوم ردت الناس تشتكي قالوا والله لا الحين ما قلنا لهم يبندون، الحين قلنا لهم يصلحون هم وأصحاب البقالات اتفقوا، عشان ما عرفنا الحين أصحاب البقالات صادقين عفوا محترمين الجميع هم اللي صح، الجهاز الرقابة صح، والله ما تدري. فنورونا يا جماعة الخير، الحين احنا تايهين ما نعرف منو الصح ومنو الغلط والله العظيم. فما أدري شو القصة، هاليومين هاي صاير القصص عندنا ما أدري، ينزل قرار وينفون عقب يومين ليش ما أدري، مثل ما المصرف المركزي بما يخص القروض، مصرف قبل فترة قال أمس السويدي نفى، فما ندري. وزارة الاقتصاد نفس العملية بالنسبة لوكالات سيارات، طلعوا وقالوا خلاص وممنوع، وردوا وقالوا لا ها اقتراح ما ممنوع، فما نعرف يا جماعة الخير. نورونا الله يخليكم، بحاجة إلى تنوير. كشفت وزارة الأشغال العامة عن أنه تم تمليك 5052 مسكنا من أصل 8000 مسكن تم إنجازها منذ العام 1974 ضمن ميزانية وزارة الأشغال، منها 1639 قرار تمليك في إمارة الفجيرة و1734 في رأس الخيمة، وفي حين بلغ عدد قرار التمليك في ملقيوين 499 و640 في عمان و540 لإمارة الشارجة. وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الإسراع في تقديم قرارات التمليك لما ذلك من دور في حفظ الحقوق الاجتماعية، يعني 3000 واحد وين راقدين 3000 غيلة يا ربعنا، نحن يا سوي لهم حوافز يا تهددهم بغرامات ولا كذي، لا سووا لهم مثل هيئة الاتصالات تقول لهم بقطع البيوت عنكم. حتى الاتصالات تراجعوا عن القرار، أو هيئة تنظيم الاتصالات تراجعت عن القرار، ما أدري ليش يا جماعة الخير كلهم يتراجعون عن قرارات، ما أدري ليش هيئة تنظيم الاتصالات قالت عطتنا وقت محدد وقالت بقطع عنكم هذا، وردوا عقب قالوا لا الحين قالوا بنقطع عن اللي مطرشين الرسالة. الله يقطع عنا وعنكم الشر يا رب العالمين، يا الله الله المستعان. ما أدري شو الموضوع شو القصة شو السالفة شو. إدارة الكلية تؤكد ضبطهم متلبسين والطلبة ينفون ويصفون القرار بالتعسفي. تقنية دبي تفصل 19 طالبا اتهمتهم بالغش. الله من شكلهم في الجريدة أشكالهم ما بغشاشين، ما أدري شو قصتهم يعني. فصلت كلية التقنية العليا بدبي 19 طالبا يدرسون في الفصل النهائي من السنة الثالثة لإقدامهم على الغش في الامتحانات، وفقا لإدارة الكليات فيما قال الطلبة متضررون أن قرار الفصل تعسفي ونفوا ارتكابهم الغش واتهموا الإدارة بتجاهل شكواهم وتعريضهم أو تعريض مستقبلهم للضياع. وأفاد طلبة الإمارات اليوم أن انفجوا بقرار فصلهم من الكلية بسبب ادعاءات غير صحيحة بالغش، موضحين أن الرواية التي طرحها حول الفصل ان الرواية التي طرحها الكلية مكتوب طرحها الكلية، الكلية مؤنث ولا في غلط مطبعي، ان الرواية التي تطرحها انا طلعت غلطان،
الرواية التي تطرحها الكلية حول الفصل غير صحيحة، وأن المشكلة بدأت حينما أوكلت مدرسة لطالب في الشعب أو مدرسة لطالب في الشعبة الثانية في الدفعة نفسها وتوزيع أوراق الامتحان امتحان المادة داخل اللجنة على الطلاب، ليفاجأ الطالب بوجود عدد زائد من الأوراق فأخفاها للاستفادة منها في المراجعة. هني انكشف الغش. والله العالم يعني ما أيضا هني أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول رئيس المجلس التنفيذي وضع التوطين والهوية الوطنية في صميم أولويات المجلس التنفيذي لعام 2013 تماشيا مع توجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحديد عام 2013 عاما للتوطين. وجه سمو الشيخ مكتوم أثناء ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي لأعضاء الأعضاء بضرورة الاستمرار في تنسيق الجهود لدعم هذه الأولويات إضافة إلى الترويج لإمارة دبي محليا وعالميا للارتقاء بخدماتها في كل المجالات لتكون ضمن مصاف العالمي. إن شاء الله يا طويل العمر مجهودكم مجهود الوالد سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وأيضا ولي عهد الأمين الشيخ حمدان وجهودكم يا سمو الشيخ مكتوم إن شاء الله سيتحقق المراد إن شاء الله، وسنصل إن شاء الله بدبي إلى ما تصبون إليه إن شاء الله يا رب العالمين، أو ستصل دبي إن شاء الله إلى ما تصبون إليه إن شاء الله. أيضا 120 جهة حكومية طابقت بيانات متعامليها مع الهوية. أقر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنشاء مركز اتصال حكومي في مدينة العين، ويأتي إنشاء المركز لوفرة الكفاءات والكوادر المواطنة التي يمكن توظيفها في المركز، ما سيساعد على تحسين العملية وتأسيس الهوية الحكومية التي تعد ضرورية لرفع عدد الجهات الحكومية المنضمة إلى المركز أو مركز الاتصال وزيادة تبنيها له مع الاحتفاظ بالمعرفة داخل الحكومة. للوقوف على مخرجات التعليم ومعالجة نقاط الضعف التربية تطلق الاختبارات الوطنية لقياس تطور أداء الطلبة. أيضا توفر أكثر من 1200 درس إلكتروني تفاعلي حمدان بن محمد إلكترونية تطلق مبادرة التعليم عبر الفيسبوك. أيضا لمواجهة الله يجيرنا ويجيركم جميعا إن شاء الله شرور كل الأمراض، لمواجهة الإيدز والسل والجذام صحة دبي تلزم المنشآت الخاصة بسرعة الإبلاغ عن الأمراض المعدية. أكدت أن هناك من يتهاون في حقوقه لعدم اهتمامه أو جهله، العمل التسجيل في المعاشات شرط إصدار بطاقة المندوب المواطن. أمس واحد يقول إن شاء الله ما يسوون رواتب الخدمات عن طريق البنك، قلنا له ليش؟ قال نسلف على البشكارة. الحمد لله رب العالمين. قال نعم. قلنا له أكيد آخر شهر. قال لا خالي، قبل كنا آخر شهر، الحين من نص شهر. من نص الشهر يقول نبتدي الحين نسلف على البشكارة. لا هو يقول قبل شهرين بعد ما أعطيناها معاش، يعني هنصير في الثالث الحين ونسلف عليه. يعني بشكارتكم أغنى عنكم، يعني ما اضطرش الفلوس هاي ما هذا. قال والله ما أدري به، يعني معقول تحرم عياله عشان تعيشكم أنتو؟ ما عرفنا شو الموضوع. يعني هاي والله فيها خير، هذه تحرم عياله ما اضطرش لهم فلوس وهذا. قلت لي يمكن ما عنده عيال. قال لا متزوج وعنده عيال، حد يدرس وحد في الجامعة، يعني تحرم عياله عشان توفر تسلفكم أنتو. والله فيها خير هذه، زين يوم تحصل لك ناس كذي. فيقول إذا سولنا الله باسمه شو السيء؟ قلت إن شاء الله ما يسوون الله باسمه، أن المواطنين اللي يبون يسلفون من البشكارات يدور لك كفيل، يقول لك البشكارة سل هات لك كفيل مواطن أو هات لك كفيل بشكارة الإيران تكفلك عندي، مشكلة. ولا تأخذ حرمتك رهينة، وايدين بيقولون اخذيها يبون يفتكون يوديها الفلبين خليها عند رايلج لين تخلص السلف اللي علينا. الله المستعان.
فريق من دور التربية الاجتماعية يبحث الإجراءات المتبعة في رعاية الأحداث الداخلية، يجب حضور مختص اجتماعي مع الحدث عند توقيفه. أيضا هني اليوم الطنيجي، هذه الطنيجي هني سلم أحد الإخوان مستحقي المساكن في خور فكان كرت أظن الملكية وعليها مفتاح. حلو، عليها مفتاح يعني مفتاح البيت. هني تسلم 13 مواطن من منطقة الزبارة واللولوية التابعة لمدينة خور فكان في الشارجة أمس المفاتيح الخاصة بمساكنهم الشعبية الجديدة التي شيدتها دائرة الإسكان في الشارجة، ويجري العمل حاليا على 34 مسكن في منطقة الحراي، وسيتم تسليمها خلال الربع الثاني من العام المقبل بحسب رئيس الدائرة المهندس خليف مصبح الطنيجي، الذي قال أن الدائرة سلمت البيوت الشعبية وفق النظام القرعة حسب مواقع المنازل وأماكن وجودها في الشوارع الرئيسية أو الرئيسة والداخلية وقربها عن المسجد أو قربها من المسجد، لافتا إلى أن ذلك انعكس على أيضا المستفيدين الذين خضعوا جميعا للقرعة ما عدا اثنين من ذوي الإعاقة نظرا لحاجتهم إلى أن تكون بيوتهم قريبة من ذويهم. الله يجزيكم خير. وأشار الطنيجي إلى أن الدائرة تلقت 300 طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على تلك البيوت والبالغ عددها الإجمالي 36 مسكنا من طبعا مجمع زبار السكني، مؤكدا أن جميع الطلبات خضعت لدراسة تفصيلية وموضوعية وتم أعطاء الجميع فرصا متساوية وتم الاختيار وفقا للائحة التنفيذية فيما يتصل بقواعد وشروط اختيار المواطنين المستحقين لهذه المساكن، مشيرا إلى أن الأولوية كانت لذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المحدود. سين. الله يجزيكم خير. الله يجزيك خير يا أبو محمد، وفي ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب العالمين كل ما تقدمه لأبنائك. أيضا ثمن الدور الكبير للطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارجة، جزاه الله خير، ريال بعد طيب ومخلص في عمله وما يقصر، جزاه الله خير. ساعة 5 أوقات يطلع، كلهم يطلعون ساعة 5، كلهم أغلبهم يطلعون عليه في الدوائر، أغلبهم خص المسؤولين. إذا تحمل مسؤولية مشكلة، نعم والله إذا تحمل مسؤولية خص، ما تحمل مسؤولية تتعلق بالمساكن مثلا وكل المساكن هذه عندك مثل الطنيجي، وبعدين الشارجة ما شاء الله يعني الشارجة تعتبر مترامية الأطراف فيها وممتدة ما شاء الله من هني لين الفجيرة، الإمارة اللي عنده حدود يا الإمارات كلها الشارجة ما شاء الله، فتخيل المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية هاي كلها، والشارجة روحها ما شاء الله أيضا مدينة كمدينة ما شاء الله، الشارجة كمدينة وايد وايد كبيرة الحمد لله. وين الشارجة الحمد لله ما توصل الذيد عقب كم من يوم؟ اللهم لك الحمد والشكر. وين قبل هناك يوم يصير جدا شارع شارع مليحي، وهذا تستغرب الآن يوم تشوف الفلل، يوم تصير على العابر على اليمين الحين وتشوف الفلل تستغرب، ما تتوقع أحد إني قبل ما تتوقع أن أحد يسكن هنا. أذكر يوم سمير المحمود سوى بيته قبل معسكر الفلاح، قالوا الوادم الخلق الله كله قالت سمير عنده بيته وبيت وجهازه من الدولة ما في غير المبنيين هاي له ومعسكر الفلاح، قالوا سمير المحمود تخبل خليت الأراضي اللي في الشارجة كلها ووصلت هناك، عين سمير المحمود طافوا وين خالي وصلوا عن الذيت، استوى بيت سمير المحمود في نص البلاد وين عين دنيا سبحان الله متسارعة، اللهم لك الحمد والشكر. أيضا تعرضت يقول لك هاي وحليلة لحادث مروري قبل 3 سنوات وتحلم باستعادة حياتها العملية، بطء حركة يمنع طبيبة أسنان مواطنة من العمل، روضة تناشد المسؤولين مساعدتها بالحصول على عمل مناسب. شو قصتها روضة؟ حول حادث أو حول حادث مروري حياة طبيبة الأسنان المواطنة روضة يوسف 42 عام إلى حياة صعبة وأبعدها عن العمل بسبب إصابتها بضعف تدريجي في حركتها قبل أن تفقد القدرة على الحركة بعد مضي شهرين على الحادث. مسكينة
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تواصلت صعوبات التي صادفتها لتجد نفسها بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الحادث وحيدة في مواجهة متطلبات أسرتها وظروفها المعيشية الصعبة، لكنها لم تستسلم لهذا الوضع، بل خاضت معركة طويلة مع مرضها كما تقول، حتى تمكنت من استعادة القدرة على الحركة وبدأت البحث عن عمل. وكانت روضة قد أحيلت إلى التقاعد لتحصل على 10,000 درهم شهريا، وهو مبلغ لا يكفي للوفاء بالتزاماتها المالية كما تقول، خصوصا أنها تسدد 6,000 درهم شهريا منها للبنك. وهي تؤكد أن الإعاقة لن تمنعها مواصلة البحث عن وضع أفضل يتيح لها تحسين الوضع المعيشي لأسرتها التي تتكون من 4 أبناء. الله يعينك إن شاء الله تحصلي لك شغل، سوي لك عيادة خاصة. عيادة خاصة لما مواطنة ما حد بيها، إلا إذا حطت هذا الاسم روضة نيكول شيء ممكن. إيه حطيتي روضة نيكول طالع، إذا ما يوش أنا أعطيك شريط بيني. إيه أو جورج شيء المهم، ولا روضة كذي روضة يوسف لا ما بيونج. إيه يلا الله المستعان. لا لا إن شاء الله الله. دائرة التنمية الاقتصادية تخالف 10 محال تجارية، ضبط 5,000 مصباح كهربائي مقلد في دبي. احنا نقول الحين من تركب اللمبة ما يوحي لها خالي، من تولع السويتش بندت، الحين تحرر الخراب في الكهرباء ترى الخراب في التقليد لينة. رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي أحمد العوضي، من حق المستهلك الحصول على سلعة جديدة من دون أن يتعرض للغش، والدائرة ملتزمة بتقنية سوق المنتجات المقلدة خالي. عيزنا والله عيزنا خالي، عيزنا ما تعرف شو تسوي، الخراب منا الخراب من السامان اللي مقلد، ما تعرف شو السالفة والله. يعني كل يوم نشتري هاي مال عصيرة، ولا نبى نشتري أساسا نحسس عمارنا إنه يعني ساكنين في هوتيل أو مسافرين، نسوي عصير كل يوم الصبح، عصير برتقال طازج. أي يعني ثالث عصارة أشتريها. أي الفلبيني بعد تحرج نيلة شو تسوي. قلنا له خذينا له منها عصري بيديك، قالت لا ما ابغى، بغيت اخذ له مال كافتيري هاي اللي فيها عصا يمطونه تحط البرتقال تحت، قالت لا هاي تبغي عضلات انا ما بقويه ما عرفت شو اسوي. اي اشغلك واحد بعد بشكار يلش يعني يساعدك يصير لك البرتقال شو اسوي. هالمكاين كل يوم، امس شاري كين وود، قلت يمكن فيها يعني ما وود، قريت وود قلت يمكن فيها خشب شيء داخل ما تخترب بسرعه. الله وكيلك رابع برتقال وشزت، ما نعرف شو السالفة يا أخي. وخليتها تعصر بيديها نص الوسخ ما يديها بيجي في العصير. أي أزلة ما نعرف شو السالفة، ما تعرف شو السالفة خالي والله العظيم. أي أزلة من كثر ما نشتري قفازات، يوم تدش المطبخ تقول غرفة عمليات من كثر القفازات اللي فيه، قفاز على المغسلة وقفاز فوق على الكبت وقفاز عند الطباخة وقفاز الله بسمه، ما عرفنا شو نسوي. جتنا بشكارة هاي المرة ذكية مسوين هال الصين، هذا شو يسمونه أتريكس بايركس، الصين هال يحطونه داخل فرن يشون داخل الدياي، ذكية ما شاء الله عليها، لبست قفازات سايرة بتشلي ذابة احترقت يديها تحرى واقي. زي طالع انت نايلون، هذا شو هذا كافيك ما أدري، الله المستعان إن شاء الله. فما أعرف الحين، الله يخليكم إذا حد يعرف ماركة زينة مال العصارات مال البرتقال الله يخليكم. عاد لو قبل بسير عندي أرانك بتاخذ بتقول معطوني العصارة بنعصر الله بسمه، الحين ما في الحمد لله، قبل طرشونك سر بيت فلانيين هات بصل، أمي تقولكم نبى بصل، أمي تقولكم نبى بزار، أمي تقولكم نبى دري خضراء، أمي تقولكم نبى إبرة، كل شيء قبل، الحين ما حد الله بسمه. عين انسرت بيحطون عليك يرانك لين تقول بس، إيه ما بيخلون عنك كلمة. شو هش بيكتبوا لك بيطرشوا لك مسج بيكتبوا لك شحات التايم. لا حول ولا قوة الله ملك الحمد غلط الأمور.
ما تدري خالي، كل شيء تشتري مقلد، وكنت اشتري الله باسمه وكنت شيء. وبالنهاية الحين انت يوم تشير قال لك تقول له صيني، قال لك صيني بس ما بكل صيني صيني، يعني شيء في صيني ياباني مثلا. والله العظيم قبلوا ابنه يا اخي، والله العظيم وين ما تجير اخوي هذا، قلت له مو شغل وين خالي هذا، قال لك صيني وي صيني، بس مشكل صيني صيني، اذا في صيني ياباني الحين عاسين جدا، ترى كل صيني صيني بعد شكل كل صيني يعني شو، وعندي مزدوج الجنسيه عندي يعني مثلا، ما تعرف خارج السالفه، هاي يقول لك ما بكل صيني صيني، وهاي يقول لك يوم تشير ويبغي يغشك ويكذب عليك، قال لك في صيني درجات 1 و2 و3 و4 وكواليتي، وقاصين علينا بكلمه كواليتي، او نحن ثيران فاتشين حلوجنا من نسمع كواليتي، وهذا غير احنا ما كنا نعرف معناها يعني هاي الكواليتي، لكن يلا اي كان راح تحرق قبل 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 الكواليتي لون. رسلت قلت له عطني واحد، قال لي اي لون تبغي، قلت له عطني كواليتي. سيبي يعني الله المستعان يا اخي. شو السالفه اليوم؟ اليوم حاطين هاي البنايه مال ابو ظبي مضرب العطر، حاطينه في الجريده مثل مضرب العطر، في مضرب عطر شريته بس ما مسوي له تستس لفوق، الظاهر لا تبطله وتشب الغرشه. اي هاي هذه يا عظم والله ساكنين البرج هذا. يقول لك الشركة الجديدة ثالث أكبر شركة عقارية في المنطقة، وتتمتع بأصول تزيد عن 47 مليار درهم. مجلس إدارة الدار والصروح يوصيان بالاندماج. صروح شركتنا هي اسمها، لا نسيت شو اسمها. نتواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم خلال راديو الرابعة، وأيضا نتواصل مع المزيد من الأخبار في جرائدنا المحلية. وجونز لانج لاسال 18,000 وحدة سكنية جديدة متوقعة بدبي، و16,000 في أبو ظبي العام الجاري، 65% نموا في التصرفات العقارية بدبي خلال العام 2012. الرئيس التنفيذي لجونز لانج لاسال شرق الأوسط، التطورات التي طرأت على السوق العقارية بدبي وأبو ظبي تتيح تنظيمها ورقابتها بشكل أفضل. أيضا المدير الإقليمي لإدارة التعاملات في جونز لانج لاسال فادي أو فادي موصلي للارتفاعات يقول التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي راوحت بين 15 و20%. أيضا تسوية التجارة ب رينيمينبي يقلل مخاطر تذبذب أسعار العملات ويوفر في تكاليف تحويلات. ستاندرد شارترد دبي تقول دبي مؤهلة مركزا إقليميا للتعاملات بالعملة الصينية. شوف أيضاً جريدة الرؤية هني الرؤية تقف على الاحتمالات الخطيرة والمأذون غير مخول بالعقد، زواج المسنين بقاصرات فشل محتوم وتبعات مدمرة. والله يا طويل العمر للقاضي تقرير المفسدة والمصلحة، ضرر صحي وجسمي وعقلي. مليون إطار تالف سنويا في الإمارات ما شاء الله عليه. أيضا مديرة مركز مشيرف للرؤية بطاقات صحية للمواطنين الشهر المقبل.
نتواصل مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام بعد هذا الموجز، ابقوا معنا. وجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابع على الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان. ونشوف أيضا بالنسبة للإخوان في جريدة الرؤية صورة جميلة حاطينا اليوم جالس في البيكاب يحزم طبعا عنده خيوط ويسوي جمال إنتاج المزرعة ما شاء الله عليه. حتى هذا في حتى حلوة الصورة. أيضا بعد الصورة هذه مال الصورة حتى تختفي، صورة تنشر يوميا للحين معالجتها من الجهة المعنية. هذه انتهت الأعمال ولم تردم الحفرة كما بدت في منطقة الجوز بالقرب من الخيل مول بدبي. وين صار هارون خالي؟ موجود؟ صبح أيضا على الإخوان في جرائدنا المحلية كلهم، صبح الإخوان في جريدة الخليج. يعني هارون اليوم واقف. طالعين رحلة الشباب وملبقين ضوء طبعا. طلع لهم الشيطان يقول لهم جاي بقلاص، يقول لهم ابا ماي شوية او سودة اذا عندكم، ما تبغي ثلج؟ لا حين برد ما يبغى ثلج. يلا يا هارون. اليوم ايضا فارق. طيب هذا طبعا اليوم حدثني احد الاخوان جزاه الله خير، الاخوان دائما تعرف واحد لازم يسمع الآراء ويسمع النصائح ويسمع كل شيء زين. يعني واحد من الإخوان قال لي طالب إنك طالبة جايني لين باب الاستوديو، قال لي طالب إنك طالبة، قلت له بصراحة يعني ما إذا شيء أستطيع له دائما ما بقول لك لا، وإذا ما أقدر أعذرني. قال لا طلب بسيط جدا جدا، قلنا له بس كبير بس بسيط، قلنا له قول إذا بسيط كيف كبير وبسيط. قال لي بشرح لك، قال لي أبا أسمع كلمة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وكلمة شيخ محمد وكلمة شيخ سلطان اللي قالوه اللي يوم استقبلوا أبطال خليجي 21. قلت يا طويل العمر غالي والطلب همبا أو الطلب رخيص. أنا علي قال لي أبوي كله موجود الحمد لله رب العالمين. فطبعا نستمع إلى كلمة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وكلمة سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكلمة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أثناء استقبالهم طبعا لأبطال خليجي 21. ونبارك الأخوان جميعا وإن شاء الله هالفرحة دائما تسعدنا وتسعد الجميع. طال عمرك هذا واجبنا، احنا ابناء هذه الدوله وانتم ربيتونا وما قصرتوا واعطينا توبنا، واحنا الان واجبنا ان نرد هذا الجميل لكم. ما قصرت اسال الله ان شاء الله دائما الله يملنا ان نتقدم انجازات قادمه. هذا الجيل شاب وان شاء الله قدامهم المستقبل بيحققون ان شاء الله انجازات قادمه على امل ان دائما يلتقوا بك يا طويل العمر. من اولهم مو مقصرين والبحر عاد كملوا كل مبروكين الناموس. اللي اريد اقوله
أنا كنت متابعكم، وشيء اللي يميزكم أنتم هذا الترابط والتلاحم مع بعض، يعني الفريق والمشرفين عليه والمدرب كلهم يمثلون فريق واحد. وتلقى في بعض الأندية لا، الإدارة صوب والمدرب صوب واللاعبين صوب، بس أنتوا تميزتوا بهذا، يعني أنكم أنتوا تلعبون كفريق واحد والكل. يعني أنا أشكر المدرب أنه هو اللي ماسك الجميع مع بعض ولا يرضى يميز حد عن حد، وهذه أخير شيء. شفتوا التلاحم اللي صار في شعب الإمارات أو حتى الشعب الخليجي، يعني صار تلاحم مع بعض نساء ورجال وأطفال. يعني أنتوا ما جبتوا الفوز بس، لكن رويتوا شو التلاحم، شو حب الإماراتيين لبعضهم البعض. واللي الشيء الثاني اللي عجبني وهي الطاقة الإيجابية اللي كانت فيكم. الطاقة الإيجابية هي موجودة في الآفاق، لازم نحن ناخذها وتبقى دائما معانا. أنا شفتها في تدريباتكم، في لعبكم، كلكم متباشرين بالخير، كلكم إيجابيين والطاقة موجودة فيكم في لعبكم، ودائما تكونون المركز الأول. الثاني ترى ما حد يعرفه، دائما أنتوا الآن أثبتوا، ولكن قدامكم امتحانات كبيرة. عندكم الجاية الحين بطولة آسيا، تصفيات آسيا، إيه، وبطولات ثانية الجاية، إيه. فأنتوا الآن أول ما وصلتوا هذا هي البداية، فخلوا هذه الطاقة الإيجابية دائما عندكم، دائما تكون عندكم المثابرة والإصرار، الإصرار على النجاح، الإصرار على رقم واحد، فهذا اللي يوصلكم. ونصيحتي لكم يا أخوان أن ترى الشهرة والإعلام ساعات يكبرنا، فأنتوا لازم تكونوا أنتوا الأول، بظلون إن شاء الله الأول، بس أنا أنصحكم عن المعصومية. الإنسان إذا أصابته المعصومية يفقد قدرته على العطاء. أشكر مملكة البحرين وشعبها على هالتنظيم الجيد وعلى التشجيع. يعني بالطبع أن نحن نهني والله يوفق كل منتخبات دول الخليج والدول العربية. عمر يعني حتى اللي بيد وحده لازم يتحرك.
الشامخ.